شيد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنفسه قصراً فخماً في العاصمة أنقرة في منطقة محمية طبيعية وحتى دون رخصة بناء، لكن إردوغان لا تهمه هذه التفاصيل الصغيرة، وهو يشبه في ذلك الرئيس الروسي بوتين الذي كان أحد أول ضيوفه في ذلك القصر. وقد أصبح هذا القصر وزيارة بوتين مناسبتين لانتقادات حادة من المعارضة. إنه يريد تغيير شكل الحكم وتحويله إلى نظام رئاسي على الطريقة الأمريكية أو الروسية، وأن يحكم بهذه الطريقة، أي أن يتمتع بسلطات شاملة. فاز حزبه بالانتخابات مرتين هذا العام، وهو يريد تأمين أغلبية برلمانية تكفي لإحداث تعديلات دستورية، لكن الاقتصاد بدأ يبدي ضعفاً بعد سنين من الازدهار، كما أن ميول إردوغان المعادية للديمقراطية كما يقول منتقدوه تجعل الكثيرين يشعرون بخيبة أمل. البلد في تراجع مستمر، فالمبادئ الجمهورية كفصل الدين عن الدولة يتم التخلي عنها، ويريدون تدريس التركية العثمانية في المدارس. نأمل أن تسير الأمور إلى الأفضل بعد الانتخابات. تستمر العلاقات التركية الأوروبية في التدهور، وقد تؤدي اعتقالات الصحفيين التي كان آخرها في منتصف ديسمبر إلى قطع مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن الرئيس التركي يرفض أي نقد من الخارج. لم تعد الحكومة التركية تبالي بالاتحاد الأوروبي، وهذا عكس موقف أغلبية الأتراك التي تريد الانضمام إليه، لكن الحكومة التركية تبتعد كثيرا عن الخط الأوروبي. من جانب آخر، هناك أكثر من مليون لاجئ سوري حتى الآن في تركيا، وهذا العدد يزداد يوميا، ولا تزال تركيا مترددة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وهو ما يثير خيبة أمل لدى الغرب وغضبا لدى الأكراد. وهكذا فإن الأمل الأكبر للناس في تركيا هو السلام داخليا وخارجياً.